السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دورة النشر الإلكتروني. محدثكم يوسف المحنط، أستاذ بمعهد علم المكتبات والتوثيق، صاحب مدونة فسحة في علم المعلومات. يسعدني أن أكون معكم في هذه الدورة التي تم تصميمها لتوفر لك نظرة عامة على كل جوانب النشر الإلكتروني، دوافعه ومسببات ظهوره ومميزاته ومعوقاته، ولإكسابك فهما واسعا للقضايا الرئيسية التي تواجه صناعة النشر في القرن 21، وكيف أثر النشر الإلكتروني على المنظومة النشر، وكذا التعليم الإلكتروني وأثره على الجامعات والنشر الإلكتروني للمعلومة العلمية وكذا المكتبات، كذلك أثره على الملكية الفكرية وحقوق التأليف الرقمية، كذلك آفاق النشر الإلكتروني في ظل الوصول الحر للمعلومات. كما سأرافقك خطوة بخطوة نحو التعرف على أشكال النشر الإلكتروني والتحكم في أهم أدواته، ومعي ستتعرف على الكتب الإلكترونية والمفاهيم الأساسية المرتبطة بها وصولاً إلى صناعتها عبر مختلف الأشكال EPUB، PDF وغيرها من الأشكال الأخرى. الدوريات الإلكترونية وما يتعلق بها من مفاهيم ونظم إدارتها، وسنعمل على نظام الدوريات المفتوح OGS، تطبيقات الويب والمخصصة للنشر الذاتي كالمدونات، ومن أمثلتها بلوجر ووردبريس، واللذان سنركز عليهما في عمل تطبيقي. وما يميز هذه الدورة عن باقي الدورات هو تقديمها بلغة عربية سهلة مع تركيزنا على الاستخدام العملي لأدوات النشر الإلكتروني، إذ أن المعلومة النظرية دائما أفضل عند تطبيقها وممارستها. سنحاول تغطية محاور هذه الدورة في حدود 25 ساعة. عند إكمالك للدورة ستتمكن من التعرف على المفاهيم الأساسية للنشر الإلكتروني، استكشاف واستخدام أهم أدوات النشر الإلكتروني منها المدونات، أنظمة إدارة الدوريات، وأخيراً تصميم الكتب الإلكترونية. وبذلك ستؤهلك هذه الدورة لإكسابك المهارات اللازمة لتفعيل أدوات النشر الإلكتروني في مجال عملك وتحسين ممارساتك المهنية. فلنبدأ الآن بالدرس الأول والمتعلق بماهية النشر الإلكتروني.